وصلت إلى مطار القاهرة الطائرة السابعة لمصر للطيران من طراز بوينغ 737 بي لتنضم إلى أسطول الشركة، وهي السابعة ضمن الصفقة التي أبرمت مؤخرا مع شركة بوينغ العالمية التي تضم 9 طائرات من نفس الطراز، حيث من المقرر أن تصل الطائرتان المتبقيتان تباعا هذا العام. بهذا تصبح هذه الطائرة رقم 27 من نفس الطراز وإلى 67 بأسطول الشركة الوطنية. وصرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، صرح بأن الشركة تعمل على إضافة وإدخال بعض التعديلات على المواصفات الفنية الموجودة في الطائرة بما يتناسب مع سلامة وراحة العملاء، هذا فضلا عن ما يتميز به هذا الطراز من اقتصادية التشغيل، لافتا إلى أن هناك مخططا لتزويد الأسطول ب 33 طائرة من أحدث الطرازات العالمية التي تتنوع بين قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى وفقا لاحتياجات التشغيل وخطة الإحلال والتجديد. معنا عبر الهاتف المهندس وائل المعداوي وزير الطيران الأسبق. باشمهندس، ما الذي تعنيه جائزة السلامة الجوية عن القارة الإفريقية، خاصة بعد أن كانت مصر قد عانت من مشاكل ومخاوف تتعلق بتأمين المطارات؟ الحقيقة مصر من أول يوم حصلت فيه حتى الأحداث بتاعت سقوط الطائرة الروسية وغيرها، مصر باعتراف منظمة الإيكاو وطبقا للريجوليشن بتاعت أو التعليمات المستدامة الدائمة أو الدائمة لمنظمة الطيران الدولية الإيكاو، مصر بتعدي كل سنة من اختبارات الإيكاو والناس بتشيد بإجراءات السلامة الموجودة في المطارات. بعض الدول بتبالغ في مطالبها بما يتجاوز مطالب الإيكاو، والحقيقة مصر بتبقى حرة في هذه الحالة إنها تستجيب أو لا تستجيب لهذه المطالب طبقا لمصالحها الاقتصادية. يعني إذا كان لها مصالح اقتصادية مع هذه الدولة تتطلب إن إحنا نحرص على علاقات سياحة معها، إحنا ممكن نزود إجراءات الأمن والسلام. إنما الحقيقة إن إجراءات الأمن والسلام بمطارات جمهورية مصر العربية طول عمرها بتمر باختبارات الإيكاو سنويا وبنجاح تام وبشهادة الإيكاو. الشهادة الحالية أو الجائزة الحالية دي من الأفكاك، ودي منظمة الطيران الأفريقية بتعترف فيه بسلامة وتميز إجراءات الأمن الموجودة في المطارات المصرية. يعني مع دخول طائرات متطورة تنضم لأسطول مصر للطيران آخرها طائرة بوينغ، ما مدى إسهام ذلك في تحسين تنافسية الشركة مع الشركات الأخرى؟ هو الحقيقة يعني طبعا تحديث الأسطول ده شيء مطلوب باستمرار لعدة أسباب، منها للأمن والسلامة ولراحة الركاب والإحساس الراكب برضو بالرفاهية اللي موجودة في الرحلة وكده. يعني طبعا بجانب أنه مطلب من مطالب الستار ألاينس، يعني احنا مصر طيران عضو في الستار ألاينس، والستار ألاينس بتتطلب مواصفات معينة في الطيارات وتحديثها بشكل دائم لتطابق المستوى اللي في الدول المشتركة في الستار ألاينس. فاحنا يعني طبعا الخطوه دي خطوه بتضيف لمصر الطيران، بنهنئ يعني العاملين فيها وبنهنئ الشعب المصري على تحديث شركه مصر الطيران. جزيل الشكر لك مهندس وائل المعداوي وزير الطيران الاسبق.